أنا قصي بدران، مدرب ألعاب عقل وذكاء في مركز الرياضة والشباب في مدينة رأس العين. قمنا ببطولة ألعاب عقل وذكاء في مدينة رأس العين، شاركت 20 مدرسة. هاي البطولة الثانية اللي قمناها في المركز الرياضي والشباب. قدمنا يعني المعدات ل 20 مدرسة متواجدة في مدينة رأس العين. شارك عدد كبير من المدارس في أربع ألعاب، الريفيرسي والبنتاغون والكولامي ولعبة التوازن. هاي اللي قمنا بها، الألعاب اللي قمنا بها يعني. هاي الألعاب تنمي المهارات والذكاء والعقل الموجود عند الطالب، يعني توسع ذهنه وتشغله عن كثير أمور سيئة، يعني يستفاد منها الطالب والمجتمع كامل يستفاد منها. نعم، طورت عندنا كثير من الطلاب، شاركنا في الريف الشمالي، في عليها اقبال كبير يعني من الاطفال، والحمد لله المدارس عم تشتغل معنا، عم تتعاون معنا يعني من عن طريق مديرية التربية في مدينة رأس العين، عم تقدمونا تسهيلات ومساعدات مع المدارس ومركز الرياضة والشباب. محمد شاهين، مسؤول الشباب في مدينة رأس العين، تحت رعاية مديرية الرياضة والشباب، وقيمة اليوم بطولة ألعاب العقل والذكاء للأعمار المطلوبة المشاركة في المسابقات الخارجية. طبعا نحن هاي البطولات اللي عم نساويها بمركز الرياضة والشباب هي عبارة عن بطولات تصفية، بحيث نحن ننتقي منتخب يمثل المدينة في المشاركات الخارجية في مدينة عزاز في الشمال المحرر. طبعا مديرية الرياضة والشباب عملت دورات تدريبية للأساتذة الرياضة بالتعاون مع مديرية التربية، قمنا من خلال دورتين تعليم مبادئ وأساسيات اللعب، أساسيات ألعاب العقل والذكاء. الحمد لله رب العالمين، أساتذة التربية مشكورين، عم يقدموا كتير جهود جبارة بالتعاون معنا، عم يطلعوا على الأطفال، ونحن من خلال جولاتنا الأسبوعية اللي منقوم فيها على المدارس عم نتابع أوضاع الأطفال والمتدربين اللي عم يلعبوا بهاي الألعاب. الإقبال كتير على هاي الألعاب كونها ألعاب جديدة، عم تجذب الأطفال بشكل كبير، والحمد لله رب العالمين. نحن هدفنا الأساسي من هاي الألعاب هي تنمية القدرة الذهنية عند الطفل والفكرية، بحيث نحن ندخل الطفل بضمن المجتمع الكامل. أنا اسمي ملاك من مدرسة الشرقية، عمري 12 سنة، أرسلوني مدرسة الشرقية عشان نلعب ألعاب ذكاء وننشط عقولنا وننشط مهاراتنا ونقويها. قاعد نستفيد كثير شغلات، قاعدة تنشط عقولنا ومهاراتنا وإلى آخره. راح يبعثونا على عزاز نشارك بالبطولة العامة، ممتعة نستمتع بها وبوقتها لما نلعب بها. أنا براءة جاي من مدرسة الشرقية مشان نلعب بالألعاب الذكاء، بنلعب بالألعاب الذكاء مشان نطور مهاراتنا العقلية. يلي بيفوز بيبعتوه على عزاز، بيبعتوه على عزاز مشان نساوي هناك مسابقات حلوة، حلوة وفيها متعة، وبتمرن عقلنا. ما كان في موجود هون في انه العاب وهيك، كنا نلعب بالباحات. شاركت من قبل وانه صارت لنا مهارات عاليه فيهم لهالالعاب. اسمي موسى، العب لعبه المنقره. قبل كانت العاب بسيطه، احسات العاب متطوره والعاب الذكاء، وشاركنا بالبطولة اللي سوتها مديرية الرياضة. وقبل خذيت سنتين خذيت الأول على لعبة المنقلة، وهاي السنة الثالثة أخذ المركز الأول. وشاركت بطولتين على جرابلس، رحت على جرابلس بطولة، ورحنا على عزاز على عفرين بطولة. تنميت مهاراتنا واستراتيجيات وتنمية العقل، ومنها كمان مستوى الدراسي. فزت مرتين وهاي المرة الثالثة اللي أفوز بها. كانت تجربة حلوة، يعني شاركنا مع طلاب ألعب مني ومنهم، ألعب مني ومنهم، شاركت معهم خسروني، وبعدها
شاركنا وفزت عليهم. سلام عليكم. عبد الله ضحكت كبير.